شما الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا نور تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتد
شدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا. خوشبال اون چشمایی که از اول کمیل عشق داره، اون حالهای قشنگ و اون نالهای جانگداز مال امشبه. لا اله الا انت سبحانك. این صدا تو آزاد کن. ظلمت به 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 جانم، ظلمت تجرأت به جهلی، به گناه نگاه نکن، به بی‌حیایی‌ام نگاه نکن، به بی‌وفایی‌ام و توبه شکستنم نگاه نکن. نگاه کن ببین برای حسینت گریه میکنم. سرمایه محبت زهراست دین من، من که غیر این سرمایه چیزی رو ندارم. و سکنت الى قدیم ذکر کلیم و من نک علی. اللهم مولای کم من قبیح سترت و کم من فادح من البلاء اقلت و کم من عثار و قیت و کم من مکروه دفعت و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي اعمالي وقعدت بي اغلالي وهبسني عن نفعي بعد املي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفيه ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملتم في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي
وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك؟ إلهي أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيها هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب رحم ضعف بدني، يا رب رحم ضعف بدني، يا رب رحم برقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك مغذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليهم قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك؟
واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عافيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حبت من العلم بك حتى صارت وعلى جوارهم سأت إلى أوطانهم تأبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذئنا. ما هكذا الذن بك ولا أخبرنا بفضلك كم بام يا كريم جانا كريم يا كريم يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مد فكيف حتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. خوش به حال اونایی که الان بین الحرمین دارن کمیل و زمزمه می کنن. کربلا رفتم وقتی به این فرازها می رسیم دلت میره شب جمعه حرم ابا عبدالله. یا سیدی فکیف لی و انا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المزدگین. یا الهی و رب
حبيبي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة، فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيد ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستسرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال الهم باهم، يا غياث حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيهم صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت مع عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها
وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقهم وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدعا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قد قدرتها وبالقضية التي هتمتها وهكمتها وغلبت من عليهم أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد الإمام خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت
او ذنب تغفر او خطأ، همه دست خالی رو بلند کنن. یا رب یا رب یا رب یا رب، همه همه زن و من، یا رب یا رب. مولاي ومالك رقيب، يا من بيده ناصيتي، يا علي من بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا رب يا رب جانم جانم، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، اسألک بحقك وقدسك بأعظم صفاتك وأسماء أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب يا رب يا رب، قم على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لدك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك وحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك
حبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتم من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا يا سريعا رضا يا سريعا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء مريض دارم گرف دارم حاجت من دارم همه با هم یا من اسمه دوا و ذکره و طاعته غنا ارحم من رسم آله رجا و سلاح البکا یا سابقا نعم یا دافعا غم یا نور المستوحشی یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد وافعل بما انت اهل و صل الله على رسوله و لأمة الميامين من آله و سلم تسليما كثيرا.